سؤال حالي تيمت بان وحير كورن ان شاء الله تعالى نبا حالي وحسو قري اذن كو هداد وهابيتين حالي دنكو ايداني انا كتما دين معو اهاي نجد نجد النبي مركو ادعي لي انو ادعي وادي دي يمن يا شام بو النبي ادعي لي مركو ميلان دعاي سنين بان كتما دين بالي سؤال شاسين لك جواب بان تاي سؤال شا مركو انو اسوق خلاصين جواب تيدا نجد سيدو ضبا وإري عربية وحان لو يقانا ميشا صار رئيسة إنو دولكو حلوقي من ضوه يدح أما من ضول يدح أما وحات رابا من ضول يدوه وحات رابا دولكو سريع مرتفعات كا إيه صار رئيسة أي نجد لي دادا نجد عرب تقانين لبق قيبوه نجد الحجاز إيه نجد العراق بالك لي دادا نجد الحجاز هو نجد أنا وأنا كنا بدأت شاكتين محوها الرياض يا قسيمي دولكا كتالو نجد العراق نوا عراق لك يدو كوري أحاديث كتمت إن نبي نجد وحكاك الشيقي نبي انتا كمان تلمان بالراعي عراق ويمر يري ماشي في التنكو إيا بلايدو أي كأمانيس أمد اللقبة بإن دونو وعراق شرق بو نبي كتل مامي مشرق لو كتل مامي عراق نوايري وأشار إلى العراق عراق مركا طريق دبو أضبارنا شركي يقالمو يبدعو يبابا يدو كيمات كيمت خارج أيضا كصوب حد رافضو يباطو أيضا كيمات دين فتة أشعث أيضا كتبت مقتل الحسين بن علي أيضا لقود لي مقتل نعود الثقف المتنبي إلى يومنا هذا قل قل توينك يا عالم قادر لبك كايز عراق بك باللابات تطارك مركي سود دولين دكي بابية ماشو مدى لقود بابية لقود حسوقي أيضا أيضا فتة أيضا كيباتوينك كدعي في العالم الإسلامي عراق وكو عام بحري وعلى يقانو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نجد تلمامي ونجد العراق نجد الحجاز معها نن عالمه او مسلمه او امام احاديث تاس انتو فسر كفسر الحجاز المجد وحاوري ورا كفسر رقي وهاب اسكو دحيت زين الدين دحلان يو داوود بن جرجيس يو نمنو عاص هو شيخ اسكو كعصنايين يا دعوه النجديه اسكو كعصنايين بهلكا لا اادي لكن علماء المسلمين الخطابي الامام الطيبي حافظ بن حجر النووي علماء الاسلام بغوي قديما وحديثا كل قدبة مساله ان لقاها الله العراق يا فتن كذا بيكها الليل لكن نينك ظن لاضو كاسرها يا دبر كوحسن شغل ان لو لهين ففهمت المساله نينك دوني علماء بان كتاب لي هذا منهاج التاسيس والتقديس في الرد على داود ابن جرجيس وحكى الله بان غايه الاماني في الرد على النبهاني الالوسي حلولا أنكر كتاب سيادة الإنسان عن وصوصة الشيخ دحلان بس فهيي لفتكي الشيخ مشروح سلمان بحث قيمة يقول قد يضاني كتاب سمحوها العراق في محوها آثار وأحاديث محوها في فتن العراق فالله الله بنكرا مركا قد يضو وحنا خسيا ما أيضا سيداتها وعراق انت وصف في دناء الغشي أحاديث تصدنا أيضا لغفة سري عند العلم هذا العراق علومها كصوب هذه علمي أهل خير صحابه طابعين أئمة أجلة كيمت شافعي بها كيمت العراق طيب أو حكوبرتي أحمد بن حنبل بها عراق وعراق كيمت سفيان الثوري بها كيمت عبد الرحمن المهدي بها كيمت بل أحاديث النبي إحنا لقوا وريه أكثر كذا خير مدينة وريه أنت كلا عراق بها وريه أصح الأحاديث وأحاديث المدنيين ثم البصريين وعراقيين وي محلكو عيدو أصوغ هذه ما لازمتيه حالك عيد اسكلي غالبا ايضا مواضيع كلفظ بانتي امكنه في كتاب الله وفي سنه محمد هدانا انت بان ذنبك وحو كدعه ددك غوبته جوغا حالك او ساكنك ايا ايد اسكلي لكن مكانك انت بان اسو عود غوني ام قبو مركي ميشو علماء جوغان يا اهل خير ميل امانن وي هدي اهل بدع كو هبسا يا مشركين ميل خربن وي مكا هدي قالا قبسط وحان لين ودار كفر وشرك سوزاز ما مرق القريش هاي ستي محان لين اي اي النبي محمد لقى في جنهاي دار كفر وشرك بأي مرق النبي يقول له ورقم حين نقط دار توحيد وإخلاص ودار هجرة بين نقط أما كنتم معنا بضانكم حين روح عمل كيسة يوحوا أسوق يا يا وحكو حران يا هاي نجد لقى هذا هو عراق وحنا كسوا قرأ نقص أشياء سوق رأينه كان هالإمام قبل هؤلاء المجرمين كفر حديد كعلماء أنصار هذا بالله توفيق